ننتقل إلى الأستاذ الدكتور حسن شمروخ، هو معنا. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أستاذ حسن شمروخ، كيف حياكم حالك؟ الله. الأستاذ حسن شمروخ هو دكتور من الأردن، وهو مدرب في شركة هواوي وسيسكو، وهو مؤسس مركز الكوندور للتدريب وإدارة المشاريع. تفضلت معنا دكتور، شكرا لك وأهلا وسهلا بك، تفضل. حياكم الله، الصوت مسموع. اي تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني بس أعمل شير للشاشة على أساس إني آخذ. نعم، بس ناخذ. ما بعرف عملت شير الشاشة أو لا. لا، إذا ممكن بس الدكتور مراد عامل شير لساته. يمكن عمل شير الدكتور. أيوة، هلا تفضل دكتور شو مراد؟ حسن. لو أهلا وسهلا. جماعة الإدارة، ما هو إحنا عارفينهم، يعني بيسترسلوا في الشرح، وهم أصدقائنا على كل حال. يعني إحنا نحن يعني على فكرة نحتاج إلى حتى الاثنين. عندنا دورات الاي تي في الإدارة كمان. يعني حتى إحنا الإدارة دخلت عندنا اي ساكا واي سي سكوير ودورات إدارة تكنولوجيا معلومات كمان طغت ودخلت. يعني حتى في ما تداخل، شاء الله. يعني لا أقول أن يعني ترى مهندسين حتى يدربون في الإدارة، وحتى في ناس اللي كان عندهم الباك جراوند في الإدارة، في منهم برضو كمان دخلوا على يعني دورات الاي تي عن طريق تدقيق نظم المعلومات. وبالتالي احنا ان شاء الله بنكمل بعض. ويعني استمعت كثيرا للدكتور، ما شاء الله، الاخ مراد، يعني تحدث كثيرا عما يجول في خاطري مما اريد ان اقوله. يعني اننا فعلا نحتاج، قبل ما ابدا بالسيمينار، يعني السلايدات في النهاية راح توصل للجميع، لكن نحن نحتاج إلى تكامل المواد والخطط الجامعية وخطط سوق العمل. يعني إحنا بحمد الله من الناس اللي اشتغلنا على هذا الموضوع وحاولنا كثيرا، ولو إنه إحنا كثير يعني لقينا يعني عراقيل، معوقات، ولكن سنتحدث عن يعني تجربة الكوندور، شركتي اللي اشتغلت بهذه الأمور، وعن حلفائنا يعني اللي ساعدونا بمحاولة أن نقرب صورة التطبيق والتدريب الميداني لطلاب الجامعات، خاصة في مجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات، بحيث إذا كانوا جاهزين لأي مقابلة فنية إن شاء الله يكونوا على قدم وساق. إذا ستتكلم لنا أستاذ حسن شمروخ عن تجربة الكوندور، ما هيك؟ نعم، وعن دورة هواوي كما يعني رتبنا مع الأخت زينب. يا ريت، تفضل. بس أتأكد، هل معمول شير صح؟ لا لا، لسه ما معمول شير. ثواني شوي، في مشكلة يمكن في ثواني. لا، نعم، كان في مشكلة في اوكي. الآن في شير. تمام، بس لو تكبر الصورة أستاذ. يلا إن شاء الله. تمام، الشير إن شاء الله الواضح الآن. تفضل. يا سيدي حياكم الله. طب بس خليني أنا أنزل نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يعني مجتمع عمران، يمكن هذه أكثر من استضافة لي هو فيها، وأعتز بهذا المجتمع العربي الكبير الذي يضم يعني كبار الخبراء العرب يعني في عدة مجالات. وإن شاء الله يعني نتحدث عن دورات تكنولوجيا معلومات ومن وجهة نظر شركة هواوي، بحيث يعني نطلع طلابنا في جميع مجالات تكنولوجيا المعلومات عن أهم الدورات الحديثة في هذه المجالات. بداية طبعا يعني هاي مقدمة عني. أنا اشتغلت طبعا سيسكو إكزام رايترز في لعدة سنوات، أسست الكوندور للتدريب وإدارة المشاريع. طبعا اشتغلنا على أساس النظام الأونلاين ونظام التدريب في القاعات، ولكن في الاونلاين كنا احنا حتى نشتغل بالاونلاين حتى قبل كورونا. يعني ما كانت كورونا هي السبب الوحيد ان نشتغل اونلاين، لا، كانت الفكره استقطاب العديد من الطلاب العرب والشركات. انا مستشار لشركه اسمها تشونسون نتورك في اسكتلندا، دربت في الاتصالات والشبكات، الامن السبراني. طبعا الشركات اللي دربت فيها هي او دوراتها هي هواوي وسيسكو، سي دبليو ام بي في الوايرلس، كومبيتيا في فني التقنيات، FOA اللي هي الآليات البصرية، الإي بي آي في مراكز البيانات، التي أو جي اللي بعرفوها الناس باسم توجاف، هي إحدى الدورات في التي أو جي اللي هي أوبن جروب.
اخر اربعه تي او جي والاكسلوس واي ساكا واي سي سكوير بيعتبروها اداره تكنولوجيا معلومات واداره امن المعلومات. انا حضرت في كثير من مؤتمرات تكنولوجيا معلومات مثل الامن السيبراني، انترنت الاشياء، البيانات الضخمه، واشتغلت في وزاره الاتصالات سابقا اللي هي حاليا وزاره الاقتصاد الرقمي والرياده، اشتغلت مهندس تصميم شبكات، وكنت مدير عام تلكوما الاردن سابقا وهي شركه هنديه في الاتصالات. فان شاء الله راح يكون وجهه نظرنا التعريف بشركه هواوي كشركه يعني منذ سنه 1987. سنعرف ببساطه بشركه الكوندور ونتحدث عن الدورات التي تقدمها هواوي لمهندسي الاتصالات، مهندسي الحاسوب والشبكات، ولطلاب علم الحاسوب وعلم البيانات، وهي دورات البرمجه. في البداية شركة هواوي هي شركة صينية، والناس طبعا سمعت بهواوي متأخرا جدا. يعني احنا في الأردن سمعنا بهواوي بسنة 2005 لما فتحت مقرها بالأردن، لما شركة هواوي فتحت مقرها بالأردن، طبعا بخصوص طبعا تكون هي يعني فيندر اللي هو طبعا مزود ل يعني خدمات الاتصالات، طبعا يعفوا هي المقصود اللي هي مصنع خدمات الاتصالات اللي بيسموها الفيندور، لكن في عندنا الاوبريتر مثل زين اورنج امنيه وهو مزود الخدمه، وطبعا في كونتراكتر هو من يقوم بتركيب الاجهزه التي يشتريها من الفيندور مثل هواوي واريكسون وغيرها ويركبها لشركات الاتصالات المزودين مثل زين اورنج امنيه وما شابه هذه الشركات في الدول العربيه. طبعا شركه يعني هواوي صينيه لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، وأيضا دخلت في الشبكات، وفي ناس تستغرب أنها حتى كمان اشتغلت في الطاقة المتجددة، بتصنع الجريدات المستخدمة في الخلايا الشمسية على أنظمة الأوف جريد والأون جريد. مقرها في شركة طبعا في تشينغن غواندونغ الصين، وأسسها طبعا الكبير رين تشينغ فاي سنة 1987. وطبعا كانت بدايات هواوي هي طبعا لوحات ومقاسم الهاتف الانتركمز، طبعا في ما بعد اشتغلت في شبكات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه، خدمات التشغيل والاستشارات والمعدات داخل وخارج الصين. كان عندها تقريبا في شهر 9/2017 اكثر من 170 الف موظف، 76 الف منهم يعملون في مجال البحث والتطوير. يعني بنحكي عنه دائما يا جماعه اللي بيقوي الشركات هو البحث والتطوير، المقصود انه في ناس بس متخصصه تعمل ابحاث ريسيرش اند ديفلوبمنت، وعند هواوي تاكيد على هذا الكلام 21 معهد للبحث والتطوير في جميع انحاء العالم، ومنذ 2017 استثمرت 13.8 مليار دولار في البحث والتطوير. طبعا نشرت هواوي منتجاتها في عديد من الدول رغم طبعا المعيقات من المعسكر الغربي، لانه طبعا يعني تقبل الغرب لشركه صينيه اسيويه شوي صعب. بدي اذكر مثال على هذا الكلام انه الواي ماكس تقنيه ابتكرتها كوريا الجنوبيه سنه 2006، وطبعا الواي ماكس نفس المواصفات اللي عم تاديها ال LTE اللي هي 4G. طبعا الاسكندنافيين عملوا LTE بعد الواي ماكس طبعا مطبقا على الشبكات الخلويه حتى يعني يروحوا واي ماكس. باختصار يعني واي ماكس طبعا بقيت عباره عن شبكه فقط لتراسل البيانات، وهي لا يمكن تطبيقها على الشبكه الخلويه لانه هي ما عم تدعم السيركت سويتشنج اللي هي الاتصال اللي بيكون على الموبايل، وبالتالي ال LTE طبعا حل محل الواي ماكس وروحوها. فنفس الفكره الان هواوي تعاني من صعوبات يعني في المعسكر الغربي في اوروبا الغربيه وفي خلينا نقول امريكا الشماليه، طبعا بسبب يعني انه بدهم يمشوا يعني خلينا نقول المقاولين او عفوا الفيندرز اللي عم بيشتغلوا في هذه الدول. من 2011 كانت تقدم هواوي خدماتها ل 45 مشغل اتصالات اللي هم الاوبريتر، من اكبر 50 مشغل من مشغلي الاتصالات. طبعا شبكاتها تجاوزت 1500 شركه حول العالم، تخدم تقريبا ثلث سكان العالم. تفوقت هواوي على اريكسون من 2012. وعندنا في الاردن هواوي الان هي ماسكه طبعا بصراحه ويعني بكل يعني وضوح هي الان ماسكه سوق الاتصالات، وطبعا هي الان تقريبا بال 5G يعني تقع على القمه او يعني تجلس تتربع هواوي على القمه بال 5G.
وطبعا لولا مشكله يعني الكورونا اللي صارت كان متوقع ال5 جي الكوميرشال ينزل من هواوي بال 2020، طبعا تكون الابراج كلها شغاله ويعني تراصوا بيانات. حتى في انا بتذكر قرات خبر زين السعوديه وزين الكويت عملوا اول محاوله رومينج تجوال ما بين الدول بين زين الكويت وزين السعوديه. طبعا كمان تخطت هواوي شركه ابل بال 2018 باعتبارها ثاني اكبر منتج للهواتف الذكيه في العالم. انا بصراحه يا جماعه الان معي موبايلي هواوي بتحمل بطاريته قويه بتتحمل كثير. اذا نسيت بطاريه السامسونج السامسونج نعم بالشاحن ممكن في مشاكل، اذا نسيته بالشاحن في مشاكل. لكن في عند هواوي يعني نظام ل يعني التحكم في الباور بحيث انه ما تضرر البطاريه لو نسيتها انت في الشاحن. طبعا الان تحتل يعني مرتبات ضخمه جدا على قائمه فورتشن جلوبال. اذا حد عنده سؤال عم بشوف تشات كثير، اذا في حدا عنده سؤال عسام يعني على اساس اني اضل متواجد. نعم ما في شيء، سنقوم اساسا بال نعم ان شاء الله بوقت معين. في كثير يعني اشعارات عم تجي على التشات، فكرت انه في اسئله. اوكي نراقب ان شاء الله. استاذ ما شاء الله انه شركه هواوي ممتده كما قلت اكيد عن هذا، يعني هذا الامتداد ناتج عن قوه في انا بدي اقول لك ليش انا لسه جاي عمل وقوه في الموظفين وقوه في التدريب. كيف حتى تجيب ما شاء الله يا ريت. انا بدي اقول لان المشاهد اصبح متحمس لهذا الموضوع. يلا بدنا نتحمس شوي، خليني احكي لكم شغله مهمه جدا. انا طبعا بما يعني يا ريت بسم الله انا اشتغلت في هذا المجال كثير منذ 2003 للان، يعني بتحكي انت دخلت بالسنه الثامنه عشره يعني في خبرتي بالاتصالات والاي تي. هواوي هي الشركه بتحسها جزء تقريبا الوحيده اللي بيكون عندها في فرعها يعني في كل فرع لها في حول العالم في رجل صيني، يعني هي باعتي واحد يضل يراقب الشغل، ناس عم بيراقبوا الشغل. يعني عم بشوف انا شركات اخرى كل الاحترام بيسلموها للعرب وبقول لك دبروا حالكم. للاسف في كثير ادارات عربيه فاسده بتاثر على الشركات. اكبر مثال اتش بي، يعني اتش بي الان انقسمت الى نصفين ومع هيك عم تنهار اتش بي اكثر واكثر. والان جزء ما بتسمعوا في اتش بي مع انه كانت من اكبر شركات السيرفرات والشبكات حول العالم الان عم تنزل. في مثل يعني الصينيين بيؤمنوا بمثل عربي احنا بنستخدمه، بعرفش اذا مرق عليكم، اللي هو بيحضر ايش اللي بيحكي لي يا بالعاميه شويه، اللي بيحضر ولاد عمزته بتجيب له ايش جديين. هيك المثل يعني اللي بيحضر ولاده عمزته ما حكى جلدك مثل تولى انت جميع امرك. هذه هواوي. هواوي عنده لازم بما معنى انه يجب ان تكون حاضره في مجالك ابدا. الصيني عنده الان فرع هواوي في المكسيك، لازم الصيني يقعد في المكسيك. عنده فرع في الاردن لازم يقعد. وبالمناسبه لما شفنا مشاريع الاتصالات اللي عم تسويها هواوي، لانه احنا اصلا ما الفرق هنا؟ ايش هو؟ ايش الفرق انه يكون في ما الفرق هنا بين الشركه الرئيسيه موجود؟ الو تماما. السؤال قصدك انه شو الفرق اذا كان عندك واحد من الشركه موجود؟ سامعني استاذي؟ سمعتك. قصدت نفس السؤال، انه ما الفرق بين ان يكون الاستاذ المدير صيني او عربي هناك؟ نعم للاسف يعني احنا العرب بصراحه عندنا تجاوزات. احنا الادارات العربيه تحتاج دورات في القياده يا صديقي، وانا عملت كثير في ورشات القياده وتحدثنا عن سوء الاداره العربيه. بصراحه الصينيين شعب منتج. انا لي صديق في الصين، يعني انا حتى بجوز بحضرني هي عندي على الفيسبوك، عم بحكي لنا وكثير له يعني انا بنشر له عندي على الفيسبوك كثير، عم بنشر له يعني فيديوهات كيف الصينيين بيشتغلوا. ناس بيشتغلوا ليلا نهارا، حتى عندهم موظفين في الليل ليرتاح موظف النهار، بيشتغل موظف النهار حتى يعني شو المقصود انه يريحه، يعني انه يخفف عنه الاعباء. يعني في ناس عندهم خليه نحل، الصين هي خليه نحل تشتغل صباحا مساء. ناس تسالني مثلا كيف هواوي ملحقه على الاتصالات وعلى الشبكات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى انترنت الاشياء وطاقه متجدده، كيف ملحقه؟ هواوي باختصار بتعين خبراء في كل هاي المجالات وبتعطيهم مجالات البحث والتطوير.
في خبراء في كل المجالات وعندهم بحث وتطوير وعندهم شغل قوي. هذه هي النقطة يعني اللي عند هواوي. الشغلة الأخرى الأهم من ذلك إنه لازم يكون ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، لازم يكون في واحد موجود يتابع. تمام؟ بدي أحكي عن مشاريع الاتصالات اللي في الأردن وفي غيرها. الصيني بيكون معهم براقب المشاريع، أي إشي ما عجبه في تركيب البرج أو الخدمة بيجي عليهم يعني بهادل، نحكيها بالعربي يعني في مراقبة، ما فيها مرحمين. أنا زلم بدي أتفوق على إريكسون يا جماعة، ما عم بحكي هون، تفوقنا على إريكسون، تفوقنا حتى على جارتها زي تي إي وهي صينية زيها زيها. ها ليه زي تي إي مش شغالة زي هواوي؟ هواوي عم تشتغل بحرفية بخبرة بإنتاجية وكفاءة وتحفيز عالي، في عندهم مهارات القيادة الصحيحة. شعب باختصار الشعب الصيني متواضع قوي متين يحترم الجميع، ما عنده العنصرية. تمام؟ مثل باقي يعني بعض الدول يعني اللي يعني تنظر إلى يعني خلينا نقول الدول زبائنها في الدول بفوقية، لا الصينيين كثير متواضعين. وانا عم بتحدث مش بس لانه يعني عم بدرب دورات هواوي ولا لا، لا لا انا عم بشوف يعني الناس اللي عم بتروح على الصين، عم المجتمع الصيني ككل يعني هو مجتمع يستحق الاحترام بما ينتج وبما يعمل. بدي اوضح شغله انه كثير من الشركات الكبرى لها معاملها في الصين. كاسيو شركه الساعات القديمه اللي كنا نسمع فيها، كاسيو اللي هي الساعات والالات الحاسبه، كثير لها فروع في الصين وكثير في اصلا الات حاسبه اصلا تصنع بالصين. اللي بيشوهوا سمعه الصين يا جماعه هم التجار اللي بيجيبوا لك سوق البضاعه الصينيه او الشغلات، خلينا نقول يعني خلص بيسترخص ارخص شيء بيجي باخده بيقول لك بيجيب لك اياه. عشان هيك يا جماعه قبل ما تيجي هواوي على البلد عندنا في الاردن كان يجينا إشي اسمه موبايل سبايدر، موبايل أليكول، موبايل مش عارف شو اسمه. فهذه الموبايلات ما في لها أصلاً فريق صيانة، ما في لها خلينا نقول وكيل رسمي لها، وبالتالي هذا الموبايل تشتريه مبارح تلقى الصبح سلامتك الموبايل مش شغال. لكن هواوي لما تيجي موجودة في الأردن لها فروع ماشي الحال وفي ناس عم بتراقب. والآن يعني عم بتشوف أنت الآن عندنا بالأردن في لها مكاتب خدمة عملاء، يعني غير الفرع الرئيسي اللي بشارع مكة، لا في عنا في عمان في عنا كمان مكاتب استقبال زبائن وفي ناس عم بتتابعك أي مشاكل عندك، في عنا دعم فني ممكن حتى على موبايلك تقدم يعني شكاوى للدعم الفني وتحصل على اللي بدك إياه. فالمقصود في الموضوع في حرفية، في إنتاجية، في خبرات، أهم شيء إنه عم بيتابعوا شغلهم أول بأول. الكندور لتدريب المشاريع طبعا انا اسسته بال 2003 طبعا، وكان بدايات شغلنا في تطوير برامج التدريب الهندسي خاصه في الاتصالات الخلويه. يعني احنا بنشوف الطلاب، بدي احكي عن طلاب الاتصالات ما تزعلوش مني يا جماعه، كم طالب اتصالات عم بيتخرج بيعرف ال 2G وال 3G وال 4G وال 5G؟ يا دوب بعرف شو الجي اس ام اتصالات خلويه. مهندس اتصالات عم بيتخرج الياف بصريه ما بعرف شو اللي في البصري، اللي هي طبعا يا جماعه اسرع انترنت في العالم. طبعا مهما بلغنا بالوايرلس 2G 3G 4G لو وصل 10G ما راح يوصل سرعات الفايبر، لانه طبعا انت عم تحكي عن سرعه بيانات تسير في الليف الضوئي بسرعه الضوء، لانها تتحول من اشاره كهربائيه الى اشاره ضوئيه. فطبعا احنا من اول ما بلشنا بتدريب كامل للاتصالات الخلويه طبعا على احدث يعني يعني التقنيات الوصله من الفيندرز، و كانت نهاية طبعا هواوي لأنه هي الآن تتربع على الشغل الاتصالات. للألياف البصرية طبعا في يعني دورات للفنيين والتقنيين وفي للمختصين. يعني يا جماعة في ناس بس بفكروا الألياف البصرية الحم فايبر بتطلع معلم، يا صديقي تصميم الألياف البصرية وشبكات الألياف البصرية في شغلات عم بسأل ناس خريجين اتصالات وفي ناس مخدي دولة فايبر، بسألوا عن شغلات بطبقات العمل البصرية، بسألوا عن الحلقات الضوئية ما عم بعرفها. في شغلات يا جماعة الواحد لازم يستزيد ويتنور ويعرف دوراته صحيحة. الشبكات الحاسوبية طبعا بدأنا بسيسكو لما كانت البادئة من يعني من 85 كانت سيسكو، مع انه هواوي بعدها بسنتين 87، لكن هواوي بلشت تبين دولنا العربية جزء 2010 بالشبكات، لكن بالاتصالات بلشت ب 2005. الشبكات اللاسلكية موجودة طبعا بهواوي وبسيسكو وبسي دبليو ان بي. مراكز البيانات برضو موجودة في عدة يعني فيندرز.
الأمن السيبراني يا جماعة، في ناس حطوا عليه هالة كثيرة. الفكرة في الموضوع، الأمن السيبراني يا جماعة هو جزء من أمن المعلومات، جزء من أمن المعلومات، وهو باختصار أن تحمي الشبكات، أن تحمي الأجهزة خلال ارتباطها بالشبكة. يعني الأمن المعلومات عم يشتغل أوفلاين وأونلاين، الأمن السيبراني عم يشتغل بس على الأونلاين، يعني لما تكون أنت مرتبط مع الشبكة. إدارة تكنولوجيا المعلومات اللي هي جماعة كيف نضع المعايير ونضع الخطوط العريضة في خلينا نقول إدارة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا احنا طبعا دربنا كثير من الشركات العربيه الكبرى مثل ارامكو وغيرها بالتعاون مع عده معاهد تدريب عربيه، وابتكرنا برامج تدريب لطلاب الاتصالات، طلاب الشبكات، طلاب امن الشبكات، طلاب البرمجه. وطبعا حاليا عشان كورونا وممكن نستمر في هذا الموضوع، راح نشتغل على دورات الاونلاين ذات منصات، طبعا بمنصات ذات سرعات انترنت عاليه. في عندنا طبعا منصه قوية تتحمل لحد 1000 طالب بدورة الأونلاين، بحيث أنه يعني نعطي أكبر ما نستطيع من الخبرات. يعني في عندنا هون في منتصف الصورة في عندنا اللي هي دورة الفايبر شباب الجامعات الأردنية، عندنا طبعا ماكينة الحامل فايبر، وفي عندنا بعض خلينا نقول الكوابل اللي تم يعني خلينا نقول يعني تجهيزها. دورة 4G أعطينا في ليبيانا في تونس، وطبعا في عدة طبعا دورات. ان شاء الله احنا طبعا راح نكون يعني طبعا احنا احد الرعاة، يعني شكرا لمجتمع عمران اللي وضعونا احد يعني الرعاة، مشكورين في يعني هذا المؤتمر. بديش ادخل كثير بالكندور لانه الجماعه عم بيشوفوني الان عم بسوق، بدي ادخل بالدورات اكثر. نعم سنتحدث إن شاء الله من يمكن أن يتلقى تلك الدورات. أنا الآن بدي أضع لك الآن الدورات ومن يلتحق بها بإذن الله. إن شاء الله سيكون. أنا عم بحكي عن وجهة نظر هواوي، مش تفضل. إن شاء الله ننوه فقط على المشاهدين أننا نشرنا الآن استمارة تسجيل اليوم الثاني. العفو على المقاطعة، تفضل. لا خضرة. تمام أستاذي. ففي أحد الإخوة سألني، سأل على الشات، طب شو مين اللي بأخذ هاي الدورات؟ الآن بدي أحكي كل دورة أو مجموعة الدورات ومين الناس خلينا نقول التي أصلا وضعت لهم أساسا، لأنه عم بشوف يا جماعة للأسف في طلاب من غير تخصص عم بأخذ دورات مش إله وعم بهمل دوراته. يعني يا جماعة مهندس الاتصالات قبل ما يفكر يأخذ CCNA، قبل ما يفكر بالشبكات، يا صديقي لسه في لك دورات مش ماخذها أنت، لا في لك دورات أصلاً في الاتصالات أنت أصلاً هيئت لها بدراستك الجامعية، ومع الدورات عم تأخذها. كل الطلاب اتصالات وشبكات وأمن شبكات وبرمجة بروح لـ CCNA. يا عمي ماشي، على فكرة بالمناسبة أنا بدرس CCNA، ولكن الحق يقال لازم يكون في شوية توزيع. لو كنا أخذنا سيسكو، كنا دخلنا شبكات، كنا أخذنا دورات الشبكات، معناتها كنا راح نعمل بطالة في الشبكات يا جماعة، يعني منطقياً. طب في مجالات لسه ما اشتغلت، واحد بيقول لك طب ما هي الاتصالات في شيء لها شغل. يا صديقي لا تفكر انه بس انت بدك تقدم هذا الشغل تشتغل في بلدك، في كثير بلدان موجوده. يعني احنا نقول كما تقول الايه الكريمه، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. ليش انت ملزق في البلد ما دام ما في شغل؟ اذا انت حاب فعليا تشتغل في الاتصالات خذ دورات اتصالات وانطلق الى العالم. اذا انت حاب تشتغل شبكات خذ دورات شبكات، ما لقيتش في الاردن، ما لقيتش في الدول العربيه، انطلق الى العالم، لا تبقى مكانك. طبعا الايه شو وصفتهم؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. يعني يا صديقي انت ما اخذ الدوره وملزق لي في البلد. طب بعدين خلينا نحكي عن دورات الاتصالات اللي الطلاب مهملينها، يلتحق بها عارضا طلاب هندسه الاتصالات. طبعا تشكل مجموع الدورات هذه مع بعض برنامج تدريبي بعادل تدريب ميداني وخبره عمليه. في عندنا دورات شبكات الارسال، طبعا الصور هاي طبعا من يعني وجهه نظر هواوي لهي الشبكات. في عندنا دورات شبكات الارسال وهي الشبكات المسؤوله عن ربط شركه مزود الخدمه في بلدك، طبعا بسموهم الاوبريتور، مثل عندنا في الاردن زين، اورنج، امنيه، في دول أخرى ليبيانا، المدار، في السعودية موبايلي، جوال، STC، وهكذا. هذه الشبكات المسؤولة عن ربط شبكة مزود خدمة الإنترنت بشبكة المستخدم، الشبكة توصل عندك لبيتك لأجهزتك لآخره عن طريق شبكة الوصول.
وأكثر هذه الشبكات استخداماً ما يسمى بالـ SDH، وهي Synchronous Digital Hierarchy، وهي الشبكات الهرمية الرقمية المتزامنة بالألياف البصرية. خليني أجاوب بس على اتفضل أخوي أبو صالح. أبو صالح اتفضل. أبو صالح اتفضل. أبو صالح الجزائر اتفضل. لدينا مداخلات. تفضل تفضل. بديش تكون في سؤال معلق وينساه. طبعا انا قلت تفضل، ما حدش سالني، تفضلوا يا جماعه. طب نكمل بعدين. استاذ حسن فتح مجال للمداخلات، لو احد هناك له سؤال الى الان. هو انا اعذرني، في بعض الشباب بنسى سؤاله بعد نهايه ال، يعني جربتها. ما شاء الله معلومات غزيره ما شاء الله. تفضل. هل هناك احد له مداخله؟ لانه رفع رأس حسنا هام. طيب تم خلينا رفع هذا بعدين اذا كان اوكي. طيب ماشي طيب خلص، اذا استمر فيما اوكي. فشبكات الارسال هي الشبكات المسؤوله عن ربط شبكه مزود خدمه الانترنت مثل مزودي الخدمه مع شبكه المستخدم عن طريق شبكه الوصول. هذه طبعا مخطط شبكه الاس دي اتش كما طبعا يعني وجهه نظر هواوي. في عندنا كمان طبعا هاي الدورات، هي دورة الـ HCIA هي دورة الأساس بسموها المبتدئ، HCIB دورة المتقدمة تمام أو المحترف. فكل شيء HCIA مثل سيسكو CCNA مبتدئ، CCNB محترف، HCIB محترف، مبتدئ شبكات الإرسال ومحترف شبكات الإرسال. في عنا أيضا شبكات الوصول، وهي شبكة الاتصالات تربط شبكة المستخدم مع شبكة مزود الخدمة مباشرة. نفس الشيء في عنا HCIA Access و HCIB Access. هاي أهم شيء بهمنا طبعا في يعني مخطط شبكة الاتصالات، لأنه هي التي تربط مباشرة طبعا إذا كانت المسافات مش بعيدة كثيرة. لكن شبكات الإرسال السابقة لما يكون في طبعا توسع في يعني المسافات أو المسافة البعدية ما بين يعني شبكة المستخدم وشبكة خلينا نقول الخدمة، لكن الشبكات السريعة أو شبكة الوصول إذا كانت الربط مباشر فيما بين شبكة مزود الخدمة وشبكة المستخدم. شبكة المستخدم مقصود فيها يا جماعة موبايلك، تليفونك، تلفزيون، الاي بي فون، الموبايل، هي بيسموها شبكة المستخدم. أما شبكة الخدمة هي شبكة طبعا الموجودة في مزود الخدمة. طبعا احنا دخلنا مباشره في الجيل الرابع والخامس لانه هي الدورات الحديثه، لكن كان اكيد في سابقا لهواوي دورات في الجيل الثاني الجي اس ام ودورات الجيل الثالث، لكن الان عم نركز على الشيء الجديد، يعني بيطرحهم في موقعهم الان بس احدث الدورات الجيل الرابع او التطوير بعيد المدى، وهو الذي طبعا ايش تم تطويره على اساس يعني الواي ماكس بس، لكن انه يدعم الشبكه الخلويه، لان الواي ماكس يا جماعه لا يمكن تطبيقه على شبكه خلويه، باكيت سويتشنج لحاله، لكن الجيل الرابع او ال LTE يمكن تطبيقه على الشبكه الخلويه طبعا على موبايل، يعني يعني الموبايل ممكن يكون عليه سيركت سويتشنج وهو الاتصال او المكالمات، وفي عندنا الباكيت سويتشنج اللي هو تصفح الانترنت. الجيل الرابع يا جماعه يضيف مستوى الاداره بيسموه مانجمنت بلين، وكان سابقا في عندنا الكنترول بلين مستوى التحكم واليوزر بلين مستوى المستخدم، ويتم التحكم بالشبكة الراديوية الخارجية. الشبكة الراديوية يعني أبراج الاتصالات مع الموبايلات، يتم التحكم بها عن طريق شبكة الأساس وهي الكور نتورك. ما قبل الجيل الرابع كان يتم التحكم عن طريق كنترولر، جهاز متحكم موجود في الران نتورك في الشبكة الراديوية، يعني كان يوضع هذا في الميدان، لكن في الجيل الرابع سيوضع المتحكم في الكور في الشبكة الأساسية. الجيل الخامس طبعا يا جماعه نقل نوعيه، لانه كل ما سبق كان يستخدم موجات مايكروويفيه. المايكروويف هي موجات الدقيقه على اساس المايكرو باللغه اللاتينيه، والتي تعني 10^6 متر، بينما موجات المليمتريه بتستخدم 10^3 متر، وبالتالي الطول الموجي صار اكبر. احنا بنعرف لما يكون الاس السالب، طبعا اس السالب يعني كل ما كان اكبر بتكون القيمه اقل، فعشرة أس سالب ثلاث اللي هو الملي هو أكبر من المايكرو، فالطول الموجي الآن صار أكبر شوي،
والجميل في الموضوع في الجيل الخامس أننا نستخدم ترددين معاً، نستخدم 5 جيجا هيرتز و 2.4 جيجا هيرتز. فإذا كان عندك ترددين على نفس الموبايل يستطيع الموبايل أنه يطبط مع برجين معاً، إحنا نسميهم بال 5 جي جي إن بي. وشغل حلو كمان أنه إحنا يقل الاعتمادية على الهاند أوفر، لأنه الهاند أوفر أنا بحتاج لما أنقل من برج لبرج بما أني كنت على تردد واحد فيما سبق بدي أضطر أعمل هاند أوفر كل ما أطلع بين برجين، بينما بالجيل الخامس لديك ترددين، يعني هذا الموبايل كأنه ماسك بالحبلين بين هذول البرجين، تمام؟ وبالتالي يعني تقليل عملية المناولة عم بيسرع عملية الاتصال وبعطي يعني مرونة ومتانة في تصفح الإنترنت. طبعاً لاحظوا ما شاء الله يعني هواوي ناخذ نصيب الأسد، أكثر تجمع دورات في 5G بهواوي. أنا بصراحة شفت كثير دورات، ما شفتش أكثر من دورات هواوي بال5G. هاي دورات مهندسي الاتصالات. أما دورات الشبكات فيلتحق بها عادة طلاب هندسة الحاسوب، هندسة الشبكات، وأمن الشبكات. ممكن نضيف لقدام عليهم اللي هم نظم شبكات الحاسوب أو هندسة الشبكات، في منهم بيكونوا يعني بقسم الاي تي، وفي ناس بسموهم نظم شبكات حاسوبية. نفس الشيء هذه مجموعة دورات بتشكل برنامج تدريبي ويعادل تدريب ميداني وخبرة عملية. دورات التوجيه والتبديل بنسميها بالانجليزي احنا مشهورة اكثر راوتينج اند سويتشينج. انا بصراحة يعني اضطريت لانه يعني لغة تحريف عربية اضطريت اني اعرب بعض الامور، ولكن احنا اكيد عم نعطي الدورات بالانجليزي وبنترجم عند الضرورة. فهي عملية راوتينج اند سويتشينج بسموها التوجيه والتبديل. التوجيه او الراوتينج هي عملية اختيار مسار لحركة البيانات ضمن شبكة ما وبين أو عبر عدة شبكات، ويقوم بهذه العملية الراوتر نفسه. فالراوتر هو الجهاز الذي يستطيع اختيار المسارات عن طريق الراوتينج بروتوكول، وهو يعني تعليمات سير التوجيه. أما التبديل أو المبدل أو السويتشينج أو السويتشز اللي احنا عم نشوف هنا بعض سويتشات هواوي هون حسب الفيرجينات، هي عملية نقل أطر البيانات أو نسموها إحنا داتا فريم داخل الشبكة المحلية اللان عن طريق العنوان الفيزيائي الفيزيكال أدرس أو ما يسمى الماك اللي هو ميديا أكسس كنترول. طبعاً هاي الدورات أكيد تشبه كثيراً ما يوجد في سيسكو. عندنا CCNA Routing Switching، CCNB Routing Switching، نفس الشيء في عندنا HCIA HCIB، وفي عندنا ما يسمى بالإنترنت ويرك، والمقصود فيها يا جماعة شبكات مزود خدمة الإنترنت اللي احنا مسميها في سيسكو سيرفيس بروفايدر مزود خدمة الإنترنت، وهي اسمها الكارير اي بي HCIB كارير اي بي. فهذه طبعا يعني من اهم او اساسيات دورات الشبكات، لازم تعرف ما هو عمل الراوتر والسويتش واجهزة الشبكات ثم تتقدم في دورات اخرى. في عندنا دورات اللاسلكيه او الوايرلس، لو سمحت اعتذر على المقاطعه، لكن فقط بشان الوقت ما شاء الله انه نود ان نسمع جميع ما يعني جميع المعلومات، لكن انا اظن ما كانش معي وقت انا كمان عارف مساله الوقت. وهنا لو استثمر هذا الوقت فقط على للمشاهدين فقط كرمال موضوع الاستماره، استمارة التسجيل تم نشرها مرتين بس كرمال تأكيد حضور اليوم هذا مشان الأسئلة كمان، طبعا كرمال اللي يأكدوا موضوع الحضور. وشكرا دكتور حسن، شكرا لك. فقط موضوع الوقت إذا ممكن كرمال اختصار الموضوع يا ريت. طب إحنا لمتى معي؟ الساعة 7:15 يعني 5 دقائق إذا ممكن يعني يا ريت يكون. بدك تعطينا مجال يسأل الطلاب ولا لا كمان؟ راح نشوف بصراحه كرمال الاسئله، راح نحاول نجمعهم كلهم بشكل عام ونشوف طيب. كيف نسوي بس هلا حاليا صار وقت حاضرون والله يا ريت نسمع يعني يا ريت في معنا الوقت لنسمع كل هالكلام لانه كله مهم. احنا ما عم ندخل في تعميق التفاصيل، لكن احنا عم نعطي انه الدورات شو. انا كثير طلاب بيسالوني شو دوراتي، فجبت انا شو دورات الاتصالات، شو دورات جماعة الشبكات، شو دورات البرمجة. طبعا سبحان الله ما شاء الله هواوي مش ملحقة يعني داخل في كل هاي التفاصيل، وكمان عند الخبراء اللي يعطوا هذه المجالات. بصراحة الشبكة اللاسلكية يا جماعة بتريحنا كثير، لأنه أنا ما بدي أعمل كيبلينج، هاي الفكرة. مع العلم يا جماعة بدك تعرف شغلة مهمة جدا، إنه دائما شبكة الشبكة السلكية مستقرة أكثر،
الناس عم بتفكر يلا شبكة لاسلكية بريح راسه وكذا، لا يعني على مؤاخذة احضر كأس العالم على هالقنوات زي كورة وإلى آخره على شبكة لاسلكية بتلقى إنه النت عم بضل يعلق عندك. طبعا في أسباب تشرح بالتفصيل ليش الشبكة اللاسلكية عندها هاي التأخيرات، بينما احضر انترنت الفايبر بتكون أمورك طيبة وبتحضر ب يعني بسلاسة وبسرعة. الربط اللاسلكي إنه أنت ما عم تستخدم كوابل في الربط خاصة يعني بين الأجهزة وبين الموزعات اللي هي الأكسس بوينت. دورات الاتصال عبر الإنترنت والتي تسمى عند سيسكو الفويب سابقاً وهلا بسموها كولابوريشن، إنه أنا هذا التليفون اللي عندي عم بأخذ آي بي أدرس وأستطيع إنه أتصل عن طريق الشبكة. يعني بدل ما أسوي أنا شبكة التليفونات وشبكة حاسوب، لا شبكة واحدة هي شبكة الحاسوب وبدخل فيها هذا الجهاز الهاتف وبحصل على آي بي دايناميك آي بي عن طريق البروتوكول دي اتش سي بي. بروتوكول بيعطيك دايناميك آي بي أدرس وبالتالي ممكن يعني تدخل في هذه الاتصال الإنترنت. دورات أمن الشبكات يا جماعة اللي هي باستخدام الفايروول أو الجدار الناري وغيره من الأجهزة الأخرى هو خلو الشبكة من أي أخطار تسببها البرامج الضارة أو المهاجمون، ذلك أن الفايروول أو الجدار الناري يعطي مستويات في الحماية ما بين الشبكة الداخلية الإن والشبكة الخارجية الأوت، وفي منطقة منزوعة السلاح بسموها الدي إم زد منزوعة السلاح والتي تقع فيها السيرفرات حتى نعزلها عن العالم الداخلي والعالم الخارجي. دورات مراكز البيانات، طبعا مركز البيانات هو مركز ضخم مكون من عديد من الخوادم الضخمه السيرفرات ومزودات الطاقه اللي هي الباور سبلايرز، والاحتياط في اساسيه وفي احتياطيه، يعني في عندك بيسك وفي عندك ريدندنسي او باك اب باور سبلاي. وطبعا مركز البيانات موصول بالانترنت بسرعه عاليه جدا ويكون في مبنى خاص امن له جميع التجهيزات مع محددات لدرجه الحراره واجهزه اطفاء الحريق وتنظيم الكهرباء. طبعا يعني من اكثر الدورات يعني ثقلا ويعني بدها شغل كثير اللي هي طبعا مراكز البيانات. في عندنا كمان دورات شبكات التخزين او الخوادم السيرفرات، وهي طبعا شبكه حاسوب توفر وصول لتخزين بيانات مدمجه طبعا طريق خوادم الشبكه. الان حديثا في شيء بسموه الشبكه المعرفه بالخدمه، يعني يا جماعه انا الان برتب شبكتي حسب ما بحتاج، وهي بيسموها Service Defined Network، وهي الشبكة التي يعني استقينا يعني مبدأها أو عملها من خلينا نقول يعني التقنيات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والتي تسعى إلى التحول الرقمي، بحيث أننا نستطيع أن نقلل من حجم الهاردوير المستخدم في الشبكة ونكتفي بالتصميم المناسب إلى يعني الخدمة أو خلينا نقول مكونات الخدمة أو تعريف الخدمة. وطبعا هيك بدنا نحتاج نستخدم الحوسبة السحابية اللي هي الكلاود كومبيوتينج، ونستخدم خلينا نقول الفيرتشوال ماشينز. في عندنا كمان دورات تطوير الشبكات واللي احنا بنسميها عند سيسكو ديف نت، اللي هي كثير ناس بيسمعوا ديف نت وديف اوبس. ديف نت يا جماعة يعني ديفلوبينج نتورك، ديف اوبس ديفلوبينج اوبريشن عمليات التطوير وتطوير الشبكة. شبكات أو دورات البرمجة، جماعة علم الحاسوب، علم البيانات، بسموه علم البيانات، في علم التنقيب عن البيانات، نظم معلومات حاسوبية، الجماعة المختصين أكثر في البرمجة قواعد البيانات. يعني في عندنا ما يسمى بالبيانات الضخمة، وهي مجموعة بيانات تستعصي لضخامتها أو تعقيدها على التخزين. وعادة إحنا بنعالج البيانات الضخمة إنه أنا عم بجمع كل البيانات في اقتران واحد ثم يقوم عملية يعني معالجته، يعني أنا بشفر اقتران كامل من البيانات، ما عم بعالج كل بيان لحاله، ما عم بعالج كل بيت لحاله أو كل بايت لحاله. البيانات الضخمة إنك تجمع كل بياناتك في اقتران واحد function of data، وبالتالي أنت عم شو بتسوي big data، يعني أنت عم بتشفر يعني الاقتران كاملا، بتعالجه كاملا، تضغطه كاملا وهكذا. الحوسبة الذكية اللي إحنا طبعا نسميها فيما بعد اللي هي الذكاء الاصطناعي اللي بيسموها Intelligent Computing، هي قدرة الحاسوب على تعلم مهمات محددة من البيانات أو الملاحظات التجريبية. خدمات السحابة، طبعاً السحابة أو الكلاود هي بيئة افتراضية لتخزين البيانات
تعتمد توزيع الخوادم في عده اماكن حول العالم. كنت زمان لما تفتح انت على جوجل دوت كوم لازم توصل رسالتك الى لوس انجلوس حيث يقع السيرفر العملاق في لشركه جوجل في لوس انجلوس، لكن حاليا هذا السيرفر له إخوة وأخوات موجودين، واحد في بلجيكا، واحد هون وهون، يعني عم بتوزعوا هذول السيرفرات في جميع أنحاء العالم بحيث يتم الوصول له بشكل أسرع. أخي علي راح أرجع لك بس قربت أخلص، ما ردش شيء، ضل سلايدين فقط. الحوسبة السحابية، شو نفرق عن السحابة نفسها؟ إن عم ببرمج هذه السحابة. هي المصادر أنظمة حاسوبية متوفرة تحت الطلب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية. قواعد البيانات أكيد الكل بيعرفها، مثل ما في عندنا أوراكل وجافا، إني عم بجمع البيانات المنطقية وبحطها في جداول أو أكثر بسموها صفوف قواعد البيانات. هاي يعني باختصار هذا غيض من فيض من دورات هواوي، ولسه طبعا احنا ما ذكرناش دورات هواوي في الطاقه المتجدده ودورات الباور اللي هسه عم تتحضر، يعني اكيد تنزل خلال اكيد ما شاء الله شهرين دورات حديثه. نترك المجال للاسئله، يوجد كثير من الدورات، ولا يا ريت كرمال نعطي مداخلات او اسئله. استاذ مش من قليل رفع رايس هاند الذي تفضل. هناك أستاذ تفضل أستاذي، ما انتبهت على اسمه، ما راح أقدر اسمه صراحة، لكن لاحظت لرايس هاند يعني. تفضل. هل هناك من يريد أن يدخل بسؤال؟ حسنا، بالنسبة للأسئلة دكتور يحيى الأعرج تفضل. دكتور يحيى تفضل. دكتور دكتور يحيى يمكن عنده ميوت المايك أستاذي، تأكد بالله بجوز يكون الميوت المايك الدكتور عنده. يحيى الدكتور يحيى لو سمحتوا، احتمال يكون عنده ميوت المايك، يمكن شيء. سوف نحاول دكتور يحيى، فقط المايك دكتور يحيى لو سمحت، أو هذا دكتور مايك دكتور يحيى من عندك لو سمحت المايك. دكتور يحيى تسمعنا؟ لو سمحت المايك من عندك تفتحه. دكتور يحيى تسمعنا؟ دكتور يحيى تفضل، لكن المايك من عندك. طب من هي المداخلة الثانية معنا؟ هناك السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور حسن على هذا العرض المميز وهذه الدورات الوفيرة من هواوي. لكن السؤال هنا يعني وحديثنا على التكامل بين الجامعات والشركات، يعني هل هناك مبادرة من خلال شركتكم الموقرة في كسر الفجوة بين الشركات وبين الجامعات من خلال يعني مثلا التعديل على الخطط الدراسية أو اعتماد بعض الدورات بدلا عوضا عن التدريب الميداني أو عوضا عن مقررات؟ هل هناك مبادرات مثلا في كسر هذه الفجوة بينكم وبين الجامعات؟ وشكرا. نعم، حياكم الله. بالمناسبة في سنة 2017 تم تنسيبي أكون ضمن لجنة تطوير خطة هندسة الاتصالات في جامعة عمان الأهلية، وكان طبعا معنا نأخذ يعني مداخلة أخرى. نعم، مداخلة حالية موجودة، وفي أستاذ زكريا نجمع المداخلات كرمال جواب عنهم. تفضل تفضل. نعم أستاذ زكريا. زكريا تدخل، أما ظننت الأستاذ يحيى تدخل. حسنا، السلام عليكم. في الأخ أكرم سقيفي تفضل. أكرم أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور حسن على المحاضرة القيمة في البداية. حياك الله. الله يسلمك. سؤالي باختصار، هل لشركة هواوي أي برنامج أو خطة لإنشاء معهد أو جامعة في الدول العربية أو لا؟ وهل عندها معهد أو جامعة في الصين أو لا؟
هو الواقع فعليا لدى هواوي ما يسمى مراكز متنقله، موبايل سنترز، وفي هناك الموبايل لابس، ويتم حسب الطلب. يعني انا ان شاء الله راح يكون عندي بشهر يناير 2021 راح اكون متواجد في دبي في 4 دورات، ولكن هي صراحه يعني شركات، دورات لشركات يعني. ولكن يعني انا سمعت انه في يعني تواصل بين يعني جامعه الاميره سميه في عمان لتكون يعني هواوي اكاديمي في يعني ستعطي الدورات يعني. الان هواوي الان بدها تشتغل جامعه وتخرب على الجامعات زي ما بيحكوها، يعني هواوي او سيسكو او الشركات الاي تي ما بدها تعمل يعني منافس للجامعات وتدخل في نظريه الصعبه مع التعليم العالي، لانه الموضوع مش سهل. انت شركه مرخصه ك يعني شركه تزويد انترنت وشبكات وصناعه وكذا، تدخل على الجامعات موضوع مش سهل، لانه معناتها انك تفتح في بلد تفتح في كل البلدان. تكتفي هذه الشركات بفتح اكاديميات لها بالجامعات، او انه تاخذ اكاديميه خلينا نقول يعني اعتماديه منها، وتصير طبعا توزع على باقي الاكاديميات زي ما صار في سيسكو اكاديمي، ممكن يصير لقدام في هواوي اكاديمي. ولكن يبقى طبعا هناك اكيد في مدربين خاصين، يعني مش شرط يكون هذا المدرب خاضع للاكاديميه. يعني مثلا عندنا في سيسكو مثلا على سبيل المثال، كنا في سيسكو سابقا، هلا في عندنا سيسكو ترينر اللي هو بيؤدي الفاست تراك، الدورات السريعه اللي بتكون موجوده على موقع cisco.com. في دورات سيسكو اكاديمي بتكون دوراتها اكثر لانها تكون يعني موجهه للطلاب، يعني بالتالي في عندنا دورات الاكاديمي موجهه لطلاب الجامعات توصل تقريبا لعدد 200 ساعه. الان انا بقدرش انا اوزع هاي الساعات الكثيره بالنسبه للشركات، لانه الشركه مش فاضي تودي الموظف يقعد 200 ساعه ياخذ CCNA، وبالتالي بده ياخذ 80 ساعه اللي هي موجوده وين؟ على الموقع cisco.com، وممكن اقل من ذلك. فهي النقطة، يعني هاي الشركات مش مستعدة يعني تدخل في منافسة الجامعات، ممكن تعمل توأم مع الجامعات أو اتفاقيات أنها تعمل هذه الدورات. الأخير سألني، نعم، حتى مراكز تدريب ما عندهمش، يعني حتى لو مراكز تدريب يعني تريننج، مركز تدريب داخل هواوي موجود، مركز تدريب داخل هواوي طبعا موجود، ولكن يعني هاي إن شاء الله هاي في قيد الدراسة إن شاء الله. بارك الله فيك. بس عشان ما انساهاش، الدكتور يحيى الأعرج اللي حكى انه هل لديكم مبادرات في تطوير شركات خلينا نقول الخطط الجامعيه؟ نعم، كنت انا في جامعه عمان الاهليه في لجنه خطه تطوير هندسه الاتصالات، وتواصلنا مع الجامعه، وطبعا هم استضافونا في اليوم المفتوح بال 2017. وطبعا كان من توصياتنا يا صديقي انه احنا بصراحه لازم يعني في بعض المواد اللي بياخذها الطالب الجامعي في الاتصالات، مثلا في هندسه الاتصالات عم باخذ انظمه قوة، عم باخذ الات كهربائيه، عم باخذ تحكم الي. طب يا اخي هذه المواد كهرباء قوة، هذه المواد لازم تستبدل بمواد 2G 3G 4G، على الاقل هي ماده واحده تكون اتصالات خلويه، على الاقل هذا الطالب لما يروح يقابل بكره في زين يحكوا له شو الجي اس ام يعرف يجاوب، شو الجي بي ار اس يعرف يجاوب، شو الترددات، شو الداتا ريتس يعرف، على الاقل يكون على بينه. الآن الشبكات، يعني الشبكات في كثير الآن أكاديميات شبكات صارت في الجامعات، ولكن الاتصالات لا تحتاج. طبعاً في لنا شريكنا المهندس زياد مساعدة، يعني كان فترة بالجامعة الهاشمية بيحاول يطور فعلاً هذه يعني خطط الاتصالات. طبعاً هو شريكنا يعني الاستراتيجي في التدريب العملي في دورات الاتصالات، بحيث انه احنا عم بندرب يعني اندورز، وهو لديه طبعا هو مقاول لشركات الاتصالات، وعم بيدرب التدريب الميداني خلال المشاريع، في لديه طلاب اتصالات عم بيخلصوا معنا التدريب الاندورز بسموه، مش كله نظري، في تدريب اندورز بيكون نظري وعملي، ولكن في تدريب ميداني يقوم به الطلاب. طبعا بيطلعوا على الابراج الاتصالات، بيركبوا الانتينات، بيركبوا الابراج، بيركبوا الريد لاين، بيركبوا يعني الار اف، يعني خدمات الاجهزه الخلويه والاتصالات والامور هاي. ففعليا في يعني كثير مبادرات لدينا مع الجامعات انه احنا بصراحه نعمل تدريب ميداني معتمد لمهندسي الاتصالات وللشبكات وللمبرمجين، وان شاء الله انها تجد النور ان شاء الله. في كمان اثنين عاملين ريز هاند نشوفهم. شكرا لك دكتور، بارك الله بك. شكرا لك دكتور، بارك الله بك، ما شاء الله.